مرحبا يا حلوين، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير كيك بس ببيضتين. عنا بيضتين بيجات، 3/4 الكوب سكر، بنحط كمان ملعقة صغيرة فانيلا، نخفقهم مع بعض على سرعة عالية. انتهينا من الخلط، بصر الخليط بهيدا الشكل. بنحط فوق هيدا الخليط 1/2 كوب مي، 1/2 كوب زيت نباتي، 2 ملاعق صغار بيكنج باودر. بعد ما حطينا البيكنج باودر هلا بحط كمان 1/2 كوب كاكاو، بخفق على سرعة خفيفة. بسم الله. بدي جمعهم قبل. كمان عندي كوب من الطحين، نخلطهم اكيد، بحط شوي شوي انا وعم بخلط. انتهينا من الخلط. هذا القليب بدهن وزبدة. اكيد عم حمل الفرن على درجة حرارة 180 من الاعلى والاسفل. هذا القليب بعد ما دهناه بالزبدة هلا بحط الخلطة. بسم الله. هلا بعمل القلب بهذا الشكل وبحطه بالفرن. هذا الكيك اللي عملته انا وياكم اخذ بالفرن 40 دقيقة. نجلسه شوي. بعده سخن شوي. واو. لنشوف كيف طلع مع بعض من الداخل. بسم الله. هيدا الشكل النهائي، كتير طري. هيدا الكيك اللي عملته انا وياكم بيضتين فقط.
اتمنى التعليق على الفيديو والاعجاب بالصفحة، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.